شنو صراع شخصي؟ لحظة لحظة، شنو صراع شخصي؟ شو هاي قوت عالم، عوائل، صراع شخصي؟ شنو وين قاعدين احنا؟ شنو صراع؟ وضح لي هاي النقطة. هذا نعم، هذه حقيقة بسبب رفع دعوة قضائية على رئيس هيئة التقاعد، أصر أن لن يستلم المعاملات التقاعدية إلا لحسم هذه الدعوة. والخلاف الشخصي اليوم حدثتنا به السيدة الوكيلة سطي في وزارة المالية، قالت ذهب بمزاج الشخصي بعدم الاستلام وعدم إمكانية استلام هذه المعاملات إلا بعد إجراء التحقيق من قبل هيئة النزاهة، وأكدت مع مسؤول الرقابة والتدقيق المالي في وزارة المالية بأن هذا الأمر هو أخطاء إدارية بحتة بسبب عدم مطابقة الأرقام بين المديرية العامة لتربية البصرة وبين دارة الموازنة في وزارة المالية. طيب سيد علاء، يعني أنت تؤكد اليوم من خلال التغيير بأنه معاملاتكم يعني التقاعدية مستوفية لكافة الشروط، وبالتالي لا توجد أي مبررات لإيقافها؟ أكيد أكيد، هذا ما ذهبنا به وهذا ما بيناه وهذا ما طالبنا. اليوم المعلم والمدرس ليس مسؤول عن تسديد توقيفات التقاعدية، هناك دوائر دولة ومخاطبات وإجراءات إدارية وقانونية هي بيناته. ما ممكن أن تزج المعلم والمدرس الذي أنهى خدمته والذي أنهى عمله أن يزجه بهذا الصراع وبهذه الأخطاء وبهذه الأمور التي هو ليس طرف فيها. جميع الاستقطاعات من المعلم والمدرس مستقطعة وبشكل أصولي وبشكل قانوني. هذا موضوع آخر، موضوع الاستقطاعات أريد أن أفهمه منك سيد، أن أفهمه منك سيد علاء. موضوع تأخر استلام تسلم الرواتب التقاعدية فهمناها، أنت قلت أنها قضية شخصية. طب قضية الاستقطاعات شنو؟ المن دا تستقطع؟ منو دا يستقطع؟ منين دا تروح؟ وين دا تروح؟ سولف لي بيها. سيدي الفاضل، عملية استقطاع التوقيفات التقاعدية من رواتب موظفية دولة سابقا ب 2015 و16 كانت تعطى مع الرواتب 15% تسددها وزارة المالية و10% تسددها الدائرة المعنية. فبالتالي يعني من الدائرة المعنية من راتب المنتسب، من راتب الموظف 15 تسددها الدولة و10 يسددها الموظف من راتب الرسمي. وبالتالي من عام 2015 لعام 2018 هاي كان هناك عدم تمويل جميع الرواتب وعدم تعزيز رصيد المبالغ اللي تخص بعموم المحافظات وليس بتربية محافظة البصرة، فكان عجز في تلك الفترة لم يتم تسديدها من قبل وزارة المالية، وبالتالي تذهب المديرية العامة لإعطاء الراتب بدون استقطاع نسبة ال 15% اللي هي يجب على وزارة المالية أن توفرها في السيولة النقدية التي تعطى لصندوق التقاعد. يعني الخلل من وزارة المالية، المشكلة كانت في وزارة المالية هي التي لم تكن تسدد حصتها من الاستقطاعات، وبالتالي الموظف تحمل 25%. نعم اعترفت بها وزارة المالية، والآن بطور التدقيق لأعوام سابقة 2015 و16 و17 و18 بعد 2018 كان الاستقطاع مباشر من قبل وزارة المالية إلى صندوق هيئة التقاعد. فبالتالي ما عندنا خلافات هنا في الأرقام، لكن الأرقام المستغربين إحنا من عنده واللي إحنا دائما نشكل عليه المعلم والمدرس ما إلى ذنب بهذه العملية. طب من خلال هذه الوقفات الاحتجاجية سيد علاء، هل تشعرون من خلال هذه الوقفات بأنكم يعني ستولدون الضغط الكافي على أصحاب القرار لوضع حد لمعاناة هذه الشريحة التي خدمت الأجيال لعقود؟ نؤكد لك ستنا الفاضل، احنا هذه ليس الوقفة الاحتجاجية. اليوم لو احنا كنقابة معلمين طالبت نقابة المعلمين المركز العام بعقد مجلس مركزي والإعلان الأضراب العام، الاضراب العام، لان يعني حقيقه جميع المسؤولين عاجزين عن حل هذه المساله، واخذت فتره طويله واخذت بعد سياسي واخذت بعد صراع شخصي. وبالتالي مع الاسف الشديد الدوله لا يوجد لديها لا حكيم ولا رقيب، ولا يمكن ان تحل هذا الموضوع الا بالضغط اللي ممكن ان يحسم هذا الملف بالسرعه وان يعطي
حقوق طلابنا التربويه والتعليميه في محافظه. نعم، اذا نقيب المعلمين في محافظه البصره السيد علاء الزرقاني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.